يقول الشريط الإسلامي سواء كان شريط فيديو أو كاسيت، وكما تعلمون أنه ينقسم إلى محاضرات ودروس وخطب، وفي مؤخرة الشريط يأتي التحذير من نسخه إلا بإذن من صاحبه، وحقوق النسخ محفوظة. سؤالي: أعمل في إدارة حكومية فيها تسجيلات للكاسيت والفيديو وهو خاص بالإدارة، ويأتي إلينا مجموعة كبيرة من العاملين أو الساكنين في منطقة العمل بقصد شراء الشريط بكمية كبيرة بأسعار رمزية للتوزيع لغيري، وأن المكسب من هذا العمل ليس للعاملين فيه شيء، فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز، ما دام أن صاحب الشريط يقول لا يجوز إلا بإذن منه، فلا يجوز أنه ينسخ إلا بإذنه، لأن هذا عمله، هذا عمله تعب عليه، وهو الذي سجله، وهو الذي مثل الكتاب، الكتاب أيضا حقوق الطابع يقولون محفوظة، لا يجوز لأحد أنه يأخذ الكتاب ويطبعه بدون إذن المؤلف، هذا مثله، هذه حقوق الناس ما يجوز الاعتداء عليها. وأيضا تسجيل في جهاز إداري ما جعل للتسجيلات، هذا مجعول لحاجة الدائرة فقط، فلا تسجل فيه شيء خاص بك أو لغيرك. وإذا كان عندك رغبة للتسجيلات افتح محل للتسجيلات، افتح محل خارج دائرة الحكومة، محل خاص، خذ ترخيص عليه وافتحه. نعم.